اعتقد بالوتيره اللي احنا ماشيين بيها ان شاء الله باذن الله يعني خلال السنوات القادمه نحقق الاكتفاء الذاتي الموضوع صعب ما هوش صعب بس محتاج ترتيبات لوجستيه مختلفه اعتقد ان احنا ماشيين على هذا الضرب وهذا المسار احنا بنستهلك ما يزيد عن ال 20 مليون طن من القمح سنويا بننتج حوالي ما يزيد او يعني في حدود 10 مليون يعني لو بنتكلم في 50% المشكله هنا ان النسبه ثابته بمعنى ان ال 50% ثابته كل سنه بنزيد في مساحه الارض لكن بنزيد من الناحيه التانية من ناحية الاستهلاك في زيادة سكانية ففي استهلاك بيزيد فاحنا بنزود من هنا مساحة الأرض وإنتاجية الفدان لكن على الجانب الآخر في عدد كبير من السكان بيزيد فبيلتهم هذه الزيادة فالنسبة ثابتة ليها 50% لكن احنا ماشيين على نفس الطريق ومكملين فتخيلوا لو كانت مساحة الأرض دي بتزيد وعدد السكان كان بيزيد الزيادة الطبيعية مش الزيادة الكبيرة دي يا أعتقد أن الموضوع كان هيختلف والنسبة كانت هتفرق كتير طبعا يا واحنا بنتكلم يعني زي ما كنا بنقول لغه الارقام ما بتكذبش احنا لو بصينا على اللي بيحصل في مصر او جوه الدوله المصريه احنا من 2017 لحد 2022 -20 نسبه زياده القمح احنا يعني بنسبه 127% تقريبا زياده المساحه المنزرعه من القمح لكن زي ما كان شاذلي لسه بيتكلم فكره انه الزياده السكانيه الغير مدروسه والغير مخططه والعشوائيه فعلا مشكله صعبة جدا ومشكلة قاتلة، يعني مهما حاولنا ان احنا نطلع لقدام دايما دي هتخلينا واقفين مكاننا ان ما كانتش السبب ان احنا كمان نرجع لورا، لما افضل طول الوقت في موارد بتروح عشان اقدر ان انا ازود مساحة منزرعة، لو هنتكلم احنا بنتكلم بس على القمح، لو طول الوقت انا بحاول اوفر هذه السلع الاستراتيجية، لو طول الوقت انا بحاول ابني مدارس، لو طول الوقت بحاول ابني مستشفيات وكل ده في نفس الوقت امامها زيادة سكانية بتفوق حتى اللي انا ببنيه زياده مش هنحس بأي حاجه وهي دي يمكن النقطه اللي دايما بنتكلم فيها وبنهتم بيها في يعني في كل. المحافل حتى السياسيه اللي احنا بنحاول نشير فيها الى إيه مشاكلنا الحقيقيه دي من اهم المشكلات اللي بنواجهها على اي حال لسه حلقتنا مستمره عن موسم حصاد الذهب الاصفر في القمح في محافظات مصر خلينا نروح دلوقتي نتابع موسم الحصاد في محافظه اسيوط بكل تاكيد طبعا محافظه اسيوط حتى الان تم توريد ما يزيد عن 11 طن و454 كيلو من القمح من بدايه موسم التوريد في 28 شونه وصومعه وهنجر ومركز للتجميع، تفاصيل كثيره هنعرفها في سياق هذا التقرير. ان شاء الله يكون في اقبال كبير من المزارعين على دخول كمياتهم للقمح. طبعا يتم الفرز خارج الصومعه، خش بعد كده العجل المحمل على الهوبر بتاع الصوامع ويتم التفريغ عليها. وعن طريق الهواء بل عن طريق النقل ويتم التخزين يتم التخزين في الصوامع اللي موجودة عندنا عندنا ست خلايا صمعة الخلية سعتها خمسة آلاف طن بواقع ثلاثين ألف طن للصومعة دوري هنا بدي درجه النظافه اللي على اساسها بيتحدد سعر القمح للمورد. احنا عندنا ثلاث درجات نظافه 23.5، 23 و22.5 23 ودي اقلهم درجه في النظافه واقلهم في السعر. آه الحمد لله الاستلام حلو والفلاحين متعاونين. ان شاء الله مستهدفين كميه كبيره ان شاء الله السنه دي في حدود ألف طن لقطاع اسيوط بصوامعه وشوانه وبنقدم كل التسهيلات المتاحة وبنسهل كل الإجراءات اللي منها العميل اللي جاي يسلم قمح للمطاحن يبقى مرتاح وما عندوش أي مشاكل من ناحية التحميل والتفريغ والدخول والخروج وتسليم الشيكات المبالغ اللي هي بتيجي مرصودة لحساب القمح المصري لموسم 2023 بتتوزع على الشركات كلها وتوزع على الأماكن اللي هي إن شاء الله هتستلم قمح